نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية أبو الفتوح التابعة لمدينة لمركز كفر البطيخ. يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة جدا اللي بتقدمها وزارة الصحة، كونها ان هي بتستهدف المواطنين في الاماكن البعيدة اللي بتبعد عن المستشفيات المركزية مسافة لا تقل عن 15 كيلو متر. الحاجة التانية كمان ان هي الخدمة بتقدم مجانية تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. القافلة العلاجية النهاردة موجودة في قرية أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ. قرية أبو الفتوح من القوافل من الأماكن اللي بينطبق عليها معايير القوافل العلاجية من حيث عدد السكان ومن حيث البعد زي ما قلت كده عن أقرب مستشفى مركزي، ويمكن احنا أول مرة نجيها فبناء عليه قدرنا وفرنا كل الخدمات المتاحة بحيث إن احنا نقدر نقدم الخدمة بشكل جيد للمواطنين. عندنا النهاردة 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل اللي فيه أكثر من 40 تحليل، عندنا الأشعة العادية والأشعة بالسونار. احنا بناخد التذكرة من المريض عن طريق المريض بيجي يستلم التذكرة من شباك التذاكر، وبعد كده بيروح لدكتور يكشف التخصص اللي هو عايزه، والدكتور بيكشف عليه، ولو محتاج تحليل أو أشعة بيعملها له. موجود هنا معانا جهاز أشعة ومعانا معمل تحاليل، بيتم بالقافلة والنتائج بتطلع فورية، وبعد كده بيرجع للطبيب يكتب له العلاج، والمريض يتوجه لصيدلية معانا أدوية، بيصرف العلاج من الصيدلية، بيستلم تذكرته، بعد كده مدخلين بيانات بيروحوا الصيدلية يستلموا التذكرة، بناخدها بنسجلها على برنامج معانا معين تبع الوزارة. نقدم خدماتنا الطبية العلاجية المجانية من خلال مبادرة حياة كريمة، مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة. القوافل الطبية بتقدم خدماتها بالمجان تماما. من أهداف القوافل الطبية لوزارة الصحة والسكان إن هي بتوصل بالخدمة الطبية إلى أماكن تواجد المواطنين في الأماكن النائية والأماكن المحرومة من الخدمة الطبية.